السيد الصغير، أولا لا أريد أن أسمع كلمة صغير منك بعد اليوم، فأنا لست صغيرا وأصبحت رجلا يا سالم. لا تؤاخذني يا سيدي، فقد اعتاد لساني على تدليلك. ثانيا لا أريد أن أسمع كلمة سيدي هذه منك بعد اليوم، فأنت بمثابة أخي الأكبر. أخيك الأكبر وتفعل بي هكذا؟ ها أنا ذا أتركك وأسلك معك سلوكا أخويا صادقا، ولكن على شرط. شرطك مقبول. أن تكون صادقا معي أنت الآخر. قلت لك بأن شرطك مقبول. أخبرني بصدق، من هو أبي؟ ما هي حقيقته؟ لقد سبق أن أخبرتك سالم، لقد وعدت بالصدق وفي الحال أخلفت وعدك. طيب، ألن تخبر والدتك بأنني بحت لك بالسر؟ حسنا، لقد كان والدك فارسا مجيدا وبطلا صنديدا، ولهذا كانت تجار القوافل يستأجرونه لمرافقة قوافلهم وحمايتها. وقد قتله قطاع الطرق في إحدى سفراته مع القوافل. كيف عرفت هذا؟ هذه هي الرواية الجديدة التي سمعتها من أمي هذا اليوم، وأظنها قد سبقتني إلى تلقينك إياها. أنا لم أرى السيدة والدتك طوال هذا اليوم. طبعا باستطاعتك أن تخفي عني ذلك الحق حتى ترضي أمي، ولكن هذا لا يعني أنني مصدقكم. لماذا؟ لأن في قلبي هاجسا قويا يلح علي، يقول لي بأنكم جميعا، أنت وأمي وجدي، تخفون ذلك الحق عني. علي، يجب ألا تترك للهواجس متسعا في قلبك أو صدرك. سأسمع نصيحتك كما سمعت نصيحة أمي بالذهاب إلى الجامع الأزهر. وهل رضيت؟ الحمد لله. سالم، ما هذا الكتاب الذي يشغلك إلى هذا الحد؟ إنه كتاب يتحدث عن فنون العياقة. العياقة؟ يعني لعب المقالب وما تستلزمه من فطانة وبداهة وسرعة ذكاء للتخفي والتمويه والتضليل. ولماذا تشغل نفسك بمثل هذه الأمور؟ للتسلية، إنها أمور مشوقة. حسبت أنك تريد أن تمارسها. من يدري، ربما يحتاج إليها المرء في هذا الزمن الذي غدا زمن الشطار والعياقين. علي يذهب إلى الأزهر. نعم، ولكن ابنتي كيف أقنعتيه بالذهاب إلى هناك؟ يا أبي، بالرغم من أنه يبدو عنيدا مشاكسا محبا للتمرد على كل ما يقيد حركته، فإنه للحق محب للخير أكثر، وهو حريص على أن يرضيني. ولكن يا ابنتي، ألا تخشين من سفره إلى هناك؟ سيرافقه سالم. أنت لم تفهمي قصدي يا فاطمة. أقصد أن قتلت أبي هناك، فإذا ما عرفوا أنه ابن حسن فقد... لا
لقد فكرت بهذا الأمر وتساءلت من أين لهم أن يعرفوا. لا تنسى يا أبي أننا خرجنا من هناك وعليهم طفل صغير لم يتجاوز السنة من عمره، ثم أن عليا نفسه لا يعرف حقيقة أبي. على بركة الله يا ابنتي، أنا لا أعارضك ما دام قصدك نبيلا. على العموم إن ذكاء علي ونباهته لمما يؤهلانه لكي يصبح من كبار الفقهاء في عصره. هذا ما أرجوه. هيا بنا يا علي، هيا بنا. دعني أرى نهاية ما يفعله هذا الفتى العجيب. سأريك ما تحبه في مكان آخر أكثر تشويقا. ولكن ما الذي يجبر هذا الفتى على القيام بمثل هذه الألعاب الخطرة؟ إنه الفقر والجوع يا علي. إننا نعيش هنا في مكان يغلب على أهله الفقر. وأين يقع الجامع الأزهر؟ على بعد خطوات من هنا. هل تأخذني إلى الجامع الأزهر أم إلى ميدان السلاح؟ نذهب أولاً إلى الجامع الأزهر وبعد ذلك إلى ميدان السلاح، حيث ترى المتصارعين والمتبارزين بالسيف والترس وغير ذلك. هيا بنا. هيا يا علي. طيب هيا بنا. أراك دائمة الشرود وأنت تقرأين يا ابنتي. إنني أفكر بولدي علي. أنت تفتقدينه؟ لم أعتد فراقه، هذه أول مرة نفترق فيها منذ ولدته. لا تخافي علي يا ابنتي، إنه مثل العفريت، ثم أن سالما معه وهو لا يقل حرصا عليه منك أنت. نم الآن يا سيد علي، إن حلقة العلم في الجامع الأزهر أهم من ميدان السلاح. ولكنك وعدتني بأن تأخذني إليه. أخشى أن تلهو به عن الأدب والفقه. اطمئن، إنني أدرك الأمور مثلما تدركها أنت،
ثم أنني لست صغيرا، ولقد حذرتك بأن لا تعاملني كولد صغير. نم الآن، فقد تأخر بنا الليل. نم. بالمناسبة، أين تذهب حينما أكون في حلقة العلم؟ أجبني، فقد لاحظت أنك تخرج وتغيب طويلا حتى تنتهي الدروس. إنني أقصد أصحابي القدماء، أسلم عليهم وأتبادل معهم ذكريات الماضي. حدثني عنها. عن ماذا؟ ذكرياتك هنا، ماذا كنت تفعل؟ لم أكن أفعل غير ما أفعله اليوم. تابعا لي؟ بل تابعا لجدك حين كان قاضيا هنا قبل أن يعود إلى البلد. عافاك الله يا سالم. عافاك الله يا سالم، لقد تأخرت اليوم. حتى ألهيت علي واطمأنت نفسي لأنه انخرط في حلقة درسه. لماذا؟ إنه كثير الفضول كثير الشك، يريد أن يعرف أين أذهب ولماذا أترك الجامع الأزهر. متى تأتي به إلينا؟ نريد أن نرى فيه أباه الذي نحبه. السيدة فاطمة منعتني من ذلك، إنها لا تريد أن يكون كما كان أبوه. أهو نجيب وقوي كأبيه؟ نعم، إن له حركاته الخفيفة الرشيقة وجسمه المشيق، بل أستطيع القول إنه يفوق أباه استعداداً ليكون بطلاً عظيماً. إنك تزيدني شوقاً لمعرفته يا سالم. حذار يا أحمد، فهو حتى الآن كما قلت لك لا يعرف أنه ابن المقدم حسن. حسناً. ما الذي تعنيه بابن مقدمكم الشهير برأس الغول يا عم؟ أجبني. علي، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ تبعتك لأرى سر غيابك كل نهار. وتركت درسك يا سيد علي؟ دعك من الدرس وأجب على سؤالي. أهو ابن مقدمنا المرفوع؟ صحيح يا أحمد. ما الذي تعنيه بابن مقدمكم يا عم؟ إنه لا يعني شيئاً، إنه واهم. حسبك ابن رجل كان مقدماً لهم. كفى يا سالم، أريد أن أفهم. وما تبعتك إلا مدفوعاً بهذه الرغبة المستديمة التي تحرق صدري كلما جرى الحديث عن أبي المزعوم. أنت تهدي يا سيد علي، لا يوجد هناك. اسكت أنت أرجوك.
تكلم يا عم، فلقد سمعت بعض حديثكما وأنا مختبئ. هل كان المقدم حسن الشهير برأس الغول أبي أنا؟ نعم يا سيد علي، هذا هو الحق. أحمد، يجب أن لا تدخل في رأسه مزيدا من الأوهام، بل يجب أن يعرف يا سالم. ربات، أنت ابن المقدم حسن؟ أنت ابن المقدم حسن؟ كان أبوك حبيبنا كلنا. نعم، أنت علي ابن حسن، ذلك المقدم الذي كان حربا على الباطل والشر، نصيرا للحق والخير. لما كان هذا، لماذا تخفون حقيقته عني وكأنه خلاف ما تقولون؟ لست أدري. قلت لك إن السيدة فاطمة منعتني من ذلك. لماذا؟ لتعيش حياة مستقرة هادئة بعيدة عن المخاطر. وأنت، أكنت تابع أبي أم تابع جدي كما ادعيت لي؟ كنت تابع أبيك يا سيد علي، كنت أتبعه لأحميه، فإذا به ماذا؟ المهم أن الذين قتلوه لم يقتلوه بالسيف أو بسلاح آخر من أسلحة الرجال، وإلا لكنت قتلت دونه. من الذي قتله وكيف قتله؟ هذا صلاح الدين الكلبي وعصبته الباغية، صاحب الشرطة؟ نعم. تعال يا علي، تعال بسرعة. هيا، ماذا تريد؟ هيا، يجب أن لا يراك الكلبي وأعوانه. هيا بنا. لماذا؟ سأخبرك فيما بعد. هيا بنا. اذهب معه يا سيد علي، اذهب واختبئ خلف ذلك الحائط. هيا. لكن ما معنى كل هذا؟ ما الذي يخيفك من صاحب الشرطة؟ انظر إليه جيدا. ها قد نظرت الآن. ما الذي يخيفك من صاحب الشرطة ونحن لسنا بلصوص ولا مجرمين؟ بل إنه هو اللص والمجرم. أخبرني، لماذا نختبئ إذن؟ لا أريده أن يراك فيعرف. لو كنت يعرف ماذا؟ لو كنت أنا أكثر حرصاً وكنت أنت أقل لجاجة وأسئلة. ها هو قد ولى. هيا بنا نعود إلى الجامع الأزهر، فلا شك أن شيخك يسأل عنك الآن. بل لابد أن أعرف. يا سيد علي، لا يوجد ما لا تعرفه. إن صاحب الشرطة هذا كان لصاً وعياراً، ولا أدري كيف دخل الشرطة وكيف أصبح في مكانته هذه فيما بعد. لاحظت الجميع هنا يكرهونه. إنه ظالم شرير، لا يترك أحدا من شره إلا إذا رشاه أو دفع له أتاوة منتظمة. هو الذي تولى على الشرطة بعد مقتل أبي؟ نعم. من الذي قتل أبي يا سالم؟ بعض الأشرار ممن كان حربا عليهم. هيا بنا نعود الآن. هيا، أم أن الاختباء أعجبك هنا؟ هيا بنا. نحن ذاهبان يا أحمد. ألا تريد أن تشاهد ألعاب المصارعين؟ بلى. والجامع الأزهر؟ اذهب أنت إليه بدلاً عني.
مكان علي هنا يا سالم. يجب أن نشاهد المصارعين، فإن كان ابن أبيه حقا استعاد مكانة أبيه وظالم الناس وقتل أبيه. ألا تريد أن ترى المبارزة بالدبوس؟ نعم حسنا، سأدربك على كل فنون النزال والصراع وألعاب الخفة وفنون التخفي أيضا. هيا بنا. رأيت مهابتك جلية في عيونهم وفي حركاتهم؟ بل قل إنه الخوف من البطش يا عثمان. لا فرق يا سيدي، المهابة أو الخوف، إنهما طريق واحدة لتثبيت دعائم سلطاننا عليه، أعني سلطانك. لا عليك، إن سلطاني هو سلطانك وسلطان رجالنا الخلص جميعا. يعجبني منك هذا التواضع يا سيد الرجال. هذه قرابة 20 سنة تمضي ولم يجرؤ أحد على منافستي. ولن يجرؤ أحد يستطيع أن يغامر برأسه. صدقت، إن من يفكر بمثل هذه المغامرة يجب أن يكون ذا بأس أعظم من بأسي وذا رجال كرجالي. هذا مستحيل، فإن البلاد قد خلت تماما من مثل هذا المخلوق. أتدري يا عثمان، لقد اشتقت إلى أخبار دليلة. أرى أن عشقك لها مستديم. ألا تزال تعتقد بأنني أعشقها؟ أنت لا تفتأ تذكرها بالشوق. أذكرها لأنها امرأة فذة، وأتشوق إليها لأنني لا أعرفها. أصبحت لها اليوم ابنة حسناء. نعم، فهل تراها هي أصبحت عجوزا لا تصلح للزواج؟ لا، أفكر بدعوتها لزيارتنا، ما رأيك؟ هي وحدها أم مع ابنتها زينب؟ يا لك من محب للمزاح يا عثمان. يا له من يوم فريد في حياتي. لو علمت به السيدة والدتك لما كانت راضية. أعرف هذا، إنها تخاف علي. يا لك من أم طيبة يا أمي. لهذا يا سيد علي يجب أن تمتثل لطاعتها وألا تفعل شيئا تكرهه. يا سالم، ليس في ممارسة هوايتي في ميدان السلاح أي تعارض مع ما تريده لي من نشأة علمية. أفصح رعاك الله، فإنني لا أفهم. اسمع إذن، إن حبي لرياضة الجسم
لا يقل شدة عن حبي لرياضة العقل، وإن العقل السليم في الجسم السليم. السليم نعم، وإن جسمك لسليم دون أن تثابر على ميدان السلاح. هذا حق، جسمي سليم لأنني كنت كثير الحركة واللعب منذ كنت طفلا يحمل. أما الآن فإن أنا ثابرت على الدرس طوال النهار وركنت جسمي للجلوس طوال الليل، فماذا يحدث؟ تصبح قاضيا أو فقيها كبيرا، ولكن بجسم عليل، فما الذي يضمن لي أن أكون لي عقلا سليما؟ ها؟ أجب أيها المربي العزيز، ما لك سكت؟ والله يا سيد علي لا أدري، ولكن أعني أن ولكنك في أعماقك تريدني أن أنشأ على مثال أبي. أنا أعرف هذا دون أن تصرح لي به، لكن أحمد كان صريحا معي وأخبرني أنه يريد لي أن أكون كذلك. هذه الورطة ما كانت لتكون لولا أحمد هذا. كان ينبغي علي ألا أتصل به وألا أصارحه بأنك ابن مقدمنا رحمه الله. بل كان عليك أن تفعل يا سالم، أنت لا تدرك مدى الارتياح الذي أحسه الآن بعد أن عرفت قصة أبي الحق. نعم يا سالم، فمنذ طفولتي وأنا صغير كنت أعيش في جو من الغربة عن نفسي، في انفصال عما حولي. كانت هذه الحال سببا لشقائي، تدري لماذا؟ لأنني كنت أعيش في جو من التكتم والتحفظ والغمز واللمز في قصة أبي، حتى بدت أحس أنني ابن رجل سيء أو فاسد أو شرير، أو حتى أنني لم أكن لأب معين بالذات. سيد علي، حرام عليك أن تسيء إلى السيدة الطاهرة والدتك. سالم، أنا لا أشك في طهارتها معاذ الله، لكنني كنت أصف لك مشاعري وسط جو من التكتم والتحفظ حول سيرة أبي المزعومة تلك. سالم، لابد لأي إنسان إلا أن يعاني مثل ما أعاني بنفس المشاعر. هذا حق، ولهذا كنت تراني أتحاشى الجلوس ما أمكنني في البيت. كنت أحب أن أظل خارج البيت، كنت أبحث عن الحق في قصة أبي المزعومة تلك خلال أفكار تتضارب وهواجس تتشابك. المهم يا سالم، أيها الصديق الوحيد في حياتي، أنا الآن مثل المظلوم بالقتل ظلماً، أطلق سراحه وأعلنت براءته. نعم، إنني أدرك مدى سعادتك، لكن يبقى لدي شك واحد في صدقك يا سالم. وفيما الشك يا سيد علي؟ فيما يتعلق بالمقدم صلاح الدين الكلبي، لماذا أردت أن تخفيني عن نظري؟ ولماذا لم تشأ أن تخبرني؟ إنه خوفي عليك يا سيد علي، خوفي عليك. ما سبب خوفك علي من الكلب؟ هذا ما أريد معرفته بالضبط. طبعك الحاد، أنت ذو طبع حاد، وأخشى إن أنت قابلته بدر منك ما يغضبه فيؤذيك. أنت لا تسكت على اعوجاج ولا ترضى عن ضيم. هكذا إذا؟ نعم، إنه باغ شرير، رجل أثيم، أنت لا تعرفه جيدا. إنه لا يرضى أن يرفع إنسان بصره أعلى من قامته. لهذا كنت أريد أن أحقق في نفسي القدرة على غلبته. ماذا تقول؟ إن طغية مغرورا كهذا يا سالم لا يرضي وجوده مخلوقا ولا خالقا، وأن سحقه أو كف أذاه أو بغيه عن الناس لهو واجب على المؤمن وحق على الإنسان الحق.
سيد علي، أظن أنه قد حان موعد نومنا الآن. بل حانت يقظتنا يا سالم. ما الذي تعنيه؟ ستعرف بعد حين، حين يكتمل استعدادي في ميدان السلاح، وأستطيع بعدها أن أتغلب على كل أبطال الميدان. بالمناسبة، هل رجال الكلبي أقوى من رجال ميدان السلاح وأقدر منهم على الحيلة والتدبير؟ لا، فقد أصبح همهم استلاب الأموال واللهو والعبث. إذن فأنا على حق. تصبح على خير. وفي الختام يا سيدة الرجال، فإنني أرجو رد الجواب في كل الأحوال، عاقداً على تشريفي بالقبول منتهى الأمل. ما قولك؟ إنني أتوق إلى السفر، وخاصة إلى مصر. ولكن من هو صلاح الدين الكلبي هذا؟ إنه من أعظم رجال هذا الزمان يا ابنتي. حسبه أنه الرجل الذي استطاع أن يقهر حسن ويصرع. حسن؟ أي حسن؟ الذي هزمته أمك شر هزيمة. ما دمت قد هزمته أنت، فما يكون حتى تفاخري بصلاح الدين لأنه صرعه؟ يا ابنتي، أنت لم تعرفي حسن. لقد كان بقوته وبأسه رجلا فريدا، تهابه الأبطال وترتجف لذكره قلوب أقسى العتاد. وكيف هزمته أنت؟ أنا؟ أنت شببت بعد أن تمت لأمك السيطرة التامة على الأمور، فلم تشهدي صولاتها وجولاتها التي دوخت الرجال وأذهلت الناس. لا أريد أن أشغل نفسي بذلك كله. بماذا تريدين أن تشغلي نفسك إذن؟ حسبي أن أجد الفتى الذي أحلم به ويهيئ لي الحب والتعاطف. أمي، أنا أكره العيش معك يا أمي. زينب، ما هذا الذي أسمعه منك؟ نعم، فما لديك وما حولك إلا الشك والقلق والكره والحقد. لماذا؟ لأن الدنيا هكذا يا غبية. لا لا، لا أرى في الدنيا أنها كلها حقد وكره ومؤامرات ومكائد. هناك أيضا الحب، العيش في ظل شجرات الندية بجانب شتلة ورد صغيرة، أو حمامة تهدل بمعنى الألفة والوداع. من أين لك بهذه الأفكار؟ من ذات نفسي. ألم يلقنك إياها أحد؟ من تعنين؟ وكل من حولي مؤمن بك وبعالمك الشرير. لا فائدة ترجى منك، دائما تصرين على تذكيري بأبيك. إذن فلتعلمي أنني أحبه، أحبه رغم أنني لم أشاهد ولم أعرف عنه إلا إهاناتك لذكراه. فهذه الإهانات دليل على أن والدي كان نقيضك، يكره الشر يحب العيش مع الناس بمحبة. بل كان ضعيفا جبانا. دموعك يا ابنتي، ولن نعود إلى هذا الحديث مرة أخرى،
وما دمت ترغبين بالسفر فسنلبي دعوة الكلب ونسافر إلى مصر. هل يرضيك هذا؟ لا، إذا كان سفري إلى عالم آخر شبيه بعالمنا هنا فما الفائدة؟ زينب، أتتعمدين القسوة علي؟ المعذرة يا أمي، إنني خائفة بعيشي هذا. لن تجدي هناك ما يسوءك يا ابنتي، وسوف نقضي أيامنا بالراحة والاستجمام. إذا شئت سافرنا إلى مصر ودخلناها خلسة، لا نختلط بالكلب ولا بجماعته. لا يطوعني قلبي على رؤيتك هكذا، أحب أن أراك دائما سعيدة ومشرقة الوجه. هل أنت جاهز؟ لا بأس. هيا هوب هوب هوب. مرحى يا سيد علي، مرحى. بوركت يا سيد علي، في زمن قصير سوف تصبح أقوى الأبطال في هذا الميدان. لن أكف عن المران حتى أحقق هذا الغرض يا أحمد. أحسنت. إنه يتعلم بسرعة مدهشة، لقد اجتاز في 6 أشهر ما يجتازه غيره في 2 سنين، وإن لونة حركته وسرعتها تدهشنا أكثر من بأسه وذكائه، حتى شبهه رفاقنا بالزيبق. أحمد، أنت تهيئ عليا لأمر في نفسك، أليس اهتمامك به من أجل ذلك؟ إنني أهيئه، ولكن دون أن أخبره السبب. عليه هو أن يختار الطريق التي يريدها. الطريق التي تريدها السيدة فاطمة؟ طريق الخير تبدأ بالجهاد ضد الشر، وليس بالانكفاء على النفس والبعد بها عما يحيق بنا من فساد ومخاطر. يبدو أن قبضة من صغار التجار تحاول مقابلة الوالي للشكوى. ما بالك؟ لا شيء، سوى أن دليلة أرسلت إلي بالجواب الذي لم أكن أتوقع. رفضت دعوتك لها؟ اعتذرت بأن مشاغلها الآن لا تتيح لها تلبية دعوتي رغم أنها راغبة فيها، ولكنها تعدني بأنها ستزور مصر حالما تخف مشاغلها ودون أن تخبرني. ستجعل زيارتها مفاجأة لي. أتعتقد أن تمنعها ذو دلالة معينة؟ أعتقد شيئا، إلا أنني أحس بالخيبة، لا أدري لماذا، ولكن ربما. ماذا أخبرتني بشأن هؤلاء الأوغاد؟ بعض التجار يحاولون مقابلة الوالي. أتظنهم يجرؤون على الشكوى؟ فليفعلوا إذا كانوا يرغبون في خراب متاجرهم. ولكن هذه الظاهرة جديدة في عهدنا، إنها فأل سيء بالنسبة لنا.